غليان شعبي في العاصمة والمحتجون يهددون بتصعيد، والأحد حدث شعبي مزلزل. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شهدت مدينة عدن احتجاجات غاضبة منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وسط ارتفاع قياسي للأسعار وانهيار متسارع للعملة المحلية. وتظاهر الآلاف من المواطنين أمام قصر المعاشيق مطالبين بطرد المجلس الرئاسي وإقالة حكومة معين عبد الملك. وهدد المواطنون المحتجون باقتحام القصر الواقع في مديرية كارلتر، والذي يتخذه رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي مقراً لإقامتهم منذ نهاية أبريل الماضي. ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل حكومة معين عبد الملك لمعاناتهم، مؤكدين استمرار التصعيد حتى إقالتها ورحيل مجلس القيادة من المدينة. وتنطلق اليوم في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية ثورة شعبية واسعة ضد الفساد والانفلات الأمني بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية والقانونية والشبابية. وتحمل الثورة الشعبية عددا من الشعارات التي تعبر عن شعور النقمة لدى المواطنين على الحكومة جراء فضائحها في نهب الثروات والاستئثار بالموارد الحيوية كالنفط والغاز، فغياب الخدمات العامة وانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وانقطاع المرتبات وتفاقم الأوضاع المعيشية في المحافظات المحررة. وشهدت العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية خروج مسيرات احتجاجية غاضبة وصلت لقصر المعاشيق تطالب بالعيش الكريم وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير المشاريع الخدمية، كما طالبوا بخروج قوات التحالف وحكومة معين عبد الملك. ودعا المحتجون المواطنين للخروج يوم الأول من يناير في مسيرات شعبية غاضبة لإنقاذ الوضع من الانهيار.